البخاري رحمه الله باب ولم يذكر ترجمة في هذه المرة، وحين لا يذكر ترجمة للحديث يكون كالفصل مما قبله. هذا هو منهج الإمام البخاري. الباب الذي قبله هو باب علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، وهو فيه حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ثم أورد في هذا الباب هذا الحديث الذي معنا، لكن لم يذكر ترجمة في هذا الباب الثاني، لم يذكر ترجمة ليكون كالفصل من الباب الآخر. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، أي جماعة من أصحابه، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا الباب لم يذكر فيه عنوان ولا ترجمة، لأن منهج الإمام البخاري أنه يذكر ترجمة كعنوان للباب الذي يورد فيه الأحاديث، وهذه الترجمة تتضمن فقه البخاري، حتى قالوا فقه البخاري في تراجمه، وقالوا له تراجم حيرة الأفكار، منها ما قد يذكر فيه آية، ومنها ما قد يذكر فيه حديثا، ومنها ما قد يذكر فيه بعض حديث، ومنها ما لا يذكر شيئا.